call me a god. وسيطرنا على أول مقر قيادي. الحين نروح نسوي نهب ونهب ونسيطر على الجزيرة رقم واحد. خلاص ما المفروض حد صراحة بس مطلوب مني اللي أسوي بس بستخدم بعد هذا. منجنيق اسويها بس انتظر بس انتظر لانه اوريدي خلاص خلصنا العمليه. اذا حد يريد يجي يقاتلني فانا موجود. ناخذ عقد الايجار عن طريق هذه. الشباب جالسين يحرقوا اتوقع. كمل في الوصل زعيم رقم 2. وصلنا للثالثة. باقي واحدة. إذا سيطرنا على أول مصنع أول معمل. ليفل 10 وعطونا سلاح زين يمكن ما يوصلنا يمكن نص ليفل 9. خلاص ولا بعد؟ كان حلو لو تشوف لنا ناس يمشيوا ام بي سي وكذا بس ابدا اللعبة ما مركزة على اي قتال بالايدي. الاشتباكات بالايدي كلها اشتباكات بالسفن. وخلاص ناخذ عقد الايجار ونروح. We will be drowning in silver before the night is through.
ما كانت صعبة، بس أتوقع لأنها أول واحدة تكون أصلاً أوفلاين. نروح ناكل هذا السلاح ونروح لأنيتا. عقد نجار عندي ولا ماشي؟ إذا نرجع لأنيتا ونشوف إذا عندنا معمل ثاني نقدر نهدم عليه. هي فتحتنا معمل. طبعا من الحاجات اللي لازم نركز فيها انه هذا خط تجاري واحد، فاذا تسيطر على هذه المدينه وهذه المدينه وهذه المدينه، لو كانت هي المدن يعني، بتكون انت عندك بونس بوينت، البونس في الارباح بسبب انك مسيطر على كل الخط التجاري هذا. كل هذا بنتكلم فيه في فيديو اخر. الحين في هذا الفيديو كان في افتتاح العمليه التجاريه. ما كانت صعبة صراحة. كنت متوقع انها اكثر صعوبة، خصوصا انها كانت ليفل 10، بس يمكن لانه ما في بي بي بي، ما في ناس يحاربوني، فكانت العملية سهلة وخلصناها تقريبا في 4 أو 5 دقائق. كانت عملية طيبة. ونشوف نريح، ما مستعجلين على شيء. نرجع تتذكروا لما هذا شلتنا من لما كنت طايح في البحر وساعدونا هي واخوها من المكان معها. الحين صرت ملك القراصنة. تطورنا كثير. الحين بدينا البزنس معنا. نطلق الحديد من المستنقعات. طبعا لا تنسونا من المتابعة ومن اللايك ومن الشير، لأنه بيفيدنا كثير. هدفي من هذا الأسبوع تقريبا أو الأسبوع القادم أريد أوصل ل 450 متابع، فساعدوني بهذا الرقم. خبروا أصحابكم، إذا في عندكم فريندز يلعبوا اللعبة خبروهم إنه قناة نوبة جيمر راح تكون خاصة بلعبة سكالن بونز. أكيد بتستفيدوا حاجة، أكيد بتاخذوا شيء ما كنتوا تعرفوه. أقل حاجة بالتشات أول ما تنزل راح أنزلها في القناة، وفي النهاية راح تستفيدوا. خذوا نفس وعطونا سبسكرايب. هنا ما تعودت اني امشي باقدامي، لكن اريد اكلم انيتا، وانيتا موجوده في البار ما موجوده فوق، فنروح نكلم انيتا ونشوف وش يصير. How's that job coming along؟ اقدر ابدا جوب ثاني او تقديم. Your first manufactory in hand. A promising start, Galvi. Let the profits flow. There are many ways to grow one's empire. It is not always about whose ship has the biggest cannons in her belly. I am sure you're excited to see your new holding begin to churn out profits. But these are trade secrets, Captain. Let us head into your office. Hey, Abina. Your manufacturing workers need capital to start production.
See to it they always have enough funds. This is just the start, Captain. Use force or underhanded means to secure more manufactories and put them to your use. You can keep track of your growing empire in this very office. And what coin you reap should be sown back into your operations. سيطرنا على مخزن الأخشاب. نقدر نروح نسوي تمويل شراب القمقم البيضاء أو نعطي 5 يبدأ عملية الصناعة. هذه حاجة تقدر تستفيد منها اللي هي انك تعرف ان الحين يعطيك 25 عملة ذهبية في الساعة، لكن في الساعتين راح يتعبى فل، لذلك لازم عليك الساعتين تقيها. تقدر تسوي ترقية وتطورها لل60، فاحنا بنسوي الترقية الاولى ونطورها لل60 الحين المخزون 60. بس نفس الحالة في الأربع ساعات وراح يتعب. تقدر تزيدها مرة ثانية بـ200 عملة. بما أنه عندنا الأولى هذه بقدر أطورها. بعد عندك الترقيات، ما فتحتنا ولا واحدة من الترقيات. تقليل مدى تكرير البضائع المهربة في المختبر، هذه نفس الترقيات اللي قبل موجودة. فالترقيات زين انك توصلها لمسافة بعيدة، بس الافضل انك تبدأ تسيطر وتسيطر وتسيطر. اتوقع ان الحين جزيرة الحمراء عندنا 20%، مش 30%. ليش 30%؟ لانه عندنا هذه فبقيت لها 2. هنا عندك 20%، بقيت لك هذه وهذه. اتوقع لو تسيطر عليهم بثلاثتهن يكون زين. فأريد أسيطر على هذا، بس لازم أروح وأشوف عمليات الاستحواذ اللي حالياً ما أتوقع موجودات. بس أتوقع هي عندها 2، فأقدر أطلب منها الطلب الثاني وأروح أخلص الحين. طبعاً بيكون في فيديو ثاني أنا بياخذ عنا أكثر من 20 دقيقة. Surpass your rivals as the highest earning kingpin and gain access to our finest rewards, Galbi. Okay, الحين خلينا نشوف الريوردز. Here, a little something to put you in a buying mood. وش هذا؟ توكن. Welcome to the Abyss, Captain. The helm steers all. وش هذه القطعة النقدية اللي عطتني إياها؟ يبيع تلقائياً للمهربين سيدر المنتجة الدولار الإسبانية التي ستمكنك من شراء عناصر من السوق السوداء وترقية مصانعك الأخرى. يستغرق إنتاج البضائع المهربة وتهريبها وقتاً مجرد الحصول على الأرباح. سيكون عليك جمعها من المصنع وترجعها لمقر القيادة. يمكنك تسريع العملية من خلال توريد المواد الخام لمصنعك. نشوف مرة القائمة. قوائم الصدارة ما عندي، الإمبراطورية أو ترقيات. شفت أنا شفت قائمة كذا. وش هذي؟ وش 50 اللي عندي؟ أوكي، ساحل أفريقيا يفتح ب5000. أول شيء تسيطر هنا، بعدين نبدأ نسيطر على ساحل أفريقيا، ومن ثم الهند الشرقية بنفس الشيء 5000. نكمل طريق ونشوف إذا في عملية سيطرة جديدة. أفضل إنك لو تشتريهم كلهم يكون تقدر تعرف بالضبط كل الفرص المتاحة. نروح نشوف أنيتا، أتوقع إنها عندها فرصة ثانية. إذا ما عندها فرصة ثانية ننهي الفيديو هنا، إذا عندها فرصة ثانية نقرب. Make yourself at home. لا ما عندها. السوق السوداء وش الحاجات آلت محور دائري ما أريد. مرقام 110. شوف أنا ما عندي مرقام. 4300 وإعادة تلقيم ثانية. معقولة؟
بس هذا بالعملة الفضية. هذا بالعملة الفضية بعد 3000. إذا نطور السفينة نشوف كم نقدر نوصلها وخلاص بتكون هنا نهاية الفيديو. I've got some warnings for you. وش عندك؟ I hear that some laws are discussed by the mega corps. So keep your ear to the wind, and we'll call on you soon. أوكي قلبي. يجب جمع إيرادات مصاعب مجرد أن تكون العملية التجارية أربعة. بس الحين. مش ما أقدر أشوفه. كيف أقدر أشوفه؟ المصنع. لازم أعلق هنا عشان أشوف المصانع مالي كم فيها. هذا بعد. يحتاج وقت. الحين في اثنين في عملتين ذهبيات بس يحتاج وقت، فبنخليه عبي نرجع للسفينة نشوف إذا نقدر نضيف المنجنيق أو مدفع الهاون هذا اللي يعطوني إياه. أتوقع منجنيق كان. إدارة السفينة، الأسلحة، هذا منجنيق، فنضع السلاح الطويل. المدى أقل أفضل نستخدم من هنا. ما أريد سلاح طويل الجوانب أو البازلسك. هنا عندي اثنين بازلسك، لا ديمي وبازلسك وديمي الإغراق في الخلف وهذا. أوكي خلاص تقريبا هنا نوصل لنهاية المقطع، نهاية الستريم بعد اليوم، ونشوفكم في مقاطع وفيديوهات أخرى. بروح أسوي عملية تسريع، أروح أسوي عملية تسريع، أشوف يعني إذا ممكن إني أسوي عملية تسريع للمعمل بحيث إنه ينتهي بسرعة. بس ما بلعب يعني اليوم، ما فرقت إذا سويت عملية تسريع أو لا، بس أريد أقرب لأنه أريد بيكون تامات الأربع ساعات لما أدخل المرة الجاية. زمان يمكن تحارب هذا لحظة بس. يجون مهمة توصيل، صراحة ما سويت ولا مهمة توصيل ولا أتوقع إني بسوي أي مهمة توصيل. الفيديو اتوقع بينزل على يوم الاحد او يوم الاثنين، فاذا كنت تريد تشوف اللعبة اول باول، المقاطع اللي اسويها اول باول، فتقدر تتابعني على تويتش. اقوم بستريم يومي في ايام الاسبوع، وبعض الاحيان في الايام ايام الويكند. فاليوم مثلا يوم الويكند يوم الخميس عندنا ستريم الحين كمان من ساعتين، وراح ننهي اول ما نوصل ونسوي عملية تسريع اذا كان باستطاعتنا نسوي تسريع. والله سفينة طول العرض ما فيها ولا شيء. ايش تعطيني 50 بس ليفل 9؟ تعطيني 50 بس عادي صراحة، لانك عد
في مرحلة الملك يعني يزيد الليفل على كل اللي هي. او 1500 انصار كلهم يزيدوا. لا لا ايوه 1500 بس يتفاعل. أقدر أجمع الأرباح، أقدر أسوي بناء مهمة إحضار الإمدادات أو أتفاعل معهم. فما أسوي جمع الأرباح، نخليها وننهي الفيديو هنا. عندنا 68,000 الفلوس موجودة. العملة هذه، هذا التوكن السيزون، هذه العملة ما أعرف صراحة بعد ما شفت عنها. ونلقاكم فيديو آخر. تابعونا، انشروا واعملوا لايك، وإلى اللقاء.